بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخوان في مقطع جديد من مقاطع لعبة وور فريم. اليوم بإذن الله يا إخوان راح نعطيكم الإعلان الرسمي والنهائي عن إصدار التحديث الخاص بفورتونا للعبة وور فريم لأصحاب الكونسول. طبعا نزل اليوم الإعلان الرسمي من الموقع الرسمي الخاص فيهم، اللي هو تحديد موعد التحديث الخاص بفورتونا لأصحاب الكونسول، وكان الموعد اللي هو 10 ديسمبر تقريبا، ما يقارب الاثنين القادم، يعني تقريبا باقي الآن حوالي 4 أيام فقط، وراح ينزل عندنا التحديث بإذن الله عز وجل لأصحاب الكونسول. طبعا في معلومات كثيرة جمعناها من أصحابنا والمتابعين عندنا في القناة اللي هم اللي يلعبوا على البي سي، جمعنا منهم معلومات كثيرة جدا عن العالم هذا وعن طريقة التعامل فيه. طبعا في أسلحة كثيرة، في مرافقين برضو ممتازين جدا نقدر نتعامل معهم، في طريقة التعامل مع العالم المفتوح من ناحية الصيد للحيوانات، أشياء كثيرة ممتعة وشيقة بإذن الله راح نشوفها عندنا في القناة بعد ما ينزل التحديث، وراح ننزلها فيديوهات بشكل مستمر. اللي حبيت أوضح لكم يا أخوان في هذا الفيديو إنه عندنا أشياء كثيرة موجودة عندنا في القناة من الشروحات الخاصة بلعبة وور فريم، خصوصا في العالم المفتوح اللي هو مدينة سيتوس. فأنا أتمنى من الجميع الآن أنهم يهتموا في مدينة سيتوس عشان لما يجي التحديث الخاص بفورتونا ما يخرب عليها اللعبة نهائيا. فهمتوا ليش؟ لأن أكثر الناس راح تترك مدينة سيتوس وتتجه للتحديث الخاص بفورتونا، فبالتالي ما راح يلقى ناس تساعده. فاحرص الآن خلال الأيام هذه أنك تهتم في الحصول على الأسلحة الخاصة بالأوبراتور، في الحصول على أسلحة الزاو، في تلفيل عند شخصية كونزو. فاحرص انك تهتم في هذا الموضوع خلال الايام هذه، اترك بقية الاشياء وركز على هذا الشيء عشان بعدين ممكن ما تلقى ناس تساعدك في مدينة سيتوس. فانتبه للنقطة هذه، فحبيت اوضح لكم هذا الشيء عشان ما يفوتكم الكثير لما ينزل التحديث. الشيء الثاني، اذا كان عندك مثلا مشكلة ما تعرف كيف تتعامل مع مدينة سيتوس، راح تلقى عندنا في القناة يا اخوان مجموعة من الشروحات خاصة مثلا بأسلحة الزاو، خاصة بأسلحة الأوبراتور، كيف تلفل عند كونزو، كيف تصيد الأسماك، إلى آخره من الأشياء اللي أنت راح تحتاجها بإذن الله عز وجل. كل اللي عليك تسويه أنك تدخل على قسم الفيديوهات هنا، راح تلقى مجموعة من الشروحات وبإذن الله أنها راح تفيدك كثير بإذن الله الواحد لحد. فأنا حبيت أعطيكم الآن نبذة مختصرة على التحديث القادم وكيف أنك تكون مستعد له. حاول أنك تخلص مدينة سيتوس بقدر المستطاع، وبالنسبة إذا كان عندك مثلا اختبارات للناس اللي تدرسوا كذا، كل شيء بيكون ملحوق. أهم شيء عندك الدراسة، اهتم في دراستك وبإذن الله أنك راح تتوفق بإذن الله، وإن شاء الله نحن راح نأمل لك كل الشروحات والدروس اللي راح تحتاجها في التحديث، سواء في مدينة سيتوس أو في التحديث الخاص بالعالم المفتوح اللي هو فورتونا. فهذا الخبر حبيت أنزله لكم اليوم عشان تكونوا على استعداد تام وعلى اطلاع كامل على الأشياء اللي راح تحدث خلال الأسبوع القادم. وعلى فكرة يا أخوان أنا أشكركم فعلا على الدعم المستمر، يعني الحمد لله اليوم وصلنا إلى 1015 مشترك، فهذا شيء والله العظيم تشكروا عليه شكر جزيل. وبإذن الله أنا زي ما قلت لكم بإذن الله على دعمكم هذا أوعدكم أنكم راح تشوفوا أشياء أكثر وأكثر عندي في القناة وراح تعجبكم بإذن الله عز وجل. هذا اللي كان عندنا يا إخوان في هذا الفيديو. لا تنسوا يا إخوان دعم القناة من اشتراك ولايك، ولا تنسوا يا إخوان نشر الفيديوهات، وبإذن الله نحن نفيدكم أكثر وأكثر في الفيديوهات القادمة. بالتوفيق يا شباب.